بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس بسيط جدا عن ماذا فعلوا العلماء لحماية الإنسان من البكتيريا. طبعا لحماية الجسم من البكتيريا طور العلماء طرق عديدة لإضعاف البكتيريا أو قتلها. من بين هذه الطرق طبعا طريقة الباستريت على اسم العالم الفرنسي لويس باستير، طبعا وهي طريقة للتخلص من خلايا البكتيريا في الغذاء، إذ يتم تعريض الغذاء مثل الحليب لدرجة حرارة تقريبا 60 درجة مئوية لمدة نصف ساعة. هذه الطريقة تسبب موت خلايا البكتيريا الخضرية التي توجد داخل هذا الحليب، لكنها لا تقضي على نوع من أنواع البوق وهي جراثيم تنتج عنها البكتيريا. وطبعا هذا تطور من التطورات البكتيرية. بعدها طبعا هذا التطور ممكن يتطور ويصير خلية كاملة بكتيرية، طبعا ما يموت هذا النوع، لذلك يمكن أن يتلف الغذاء مرة أخرى هذا النوع للتخلص. طبعا لمحاولة التخلص من هذا النوع البكتيري اللي اسمه البوق تستعمل طريقة ثانية اسمها طريقة التعقيم أو تعريض الغذاء لدرجة حرارة كبيرة جدا تصل إلى 120 مئوية بواسطة تعريض الغذاء بالأشعة البنفسجية. أيضا نقدر نقتل هذا النوع من البكتيريا عن طريق المواد الكيميائية، ممكن يموت عن طريق المواد الكيميائية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.